أشون الوضع هذا الوضع وضع خيم أشون الوضع لا حول ولا قوة. نزحنا جينا على منطقة قوق جلي قعدنا بقوق جلي مالنا وحلالنا كله ظل بالقرية بس الغنم جبناها بعنا الغنم بقوق جلي ظلت بس العائلة واحدة من أم خضير أهلي طلعت على المخيم مع الحمام يعني صرنا عائلتين وتأجرنا لنا بيت وقعدنا هنا سنتين ظلت بالمخيم المخيم فلشوا عائلتين ما يقعدون ببيت واحد 18 19 في سنة قمنا اشترينا خيم وقعدنا هنا ولا حول ولا قوة والله لما نطفى الكهرباء نموت نشتعل بنار ولما اكو كهرباء زين لا الله يدبرها انا فلاح بحصار عندي عقد مع الاصلاح الزراعي 41 دونم ملك عندي اربع بيوت بالقرية فلاح وقنم هسه كلها راحت ما ظل كل شيء المعانا من الله والله كلهم جهال ما يشتغلون بس واحد يقدر يشتغل اما كلهم جهال ما يقدر نتحمل على نفسنا خما نتحمل على العالم على نفسنا كل شيء ما عندنا لا راتب ولا مصرف ولا كل شيء عيشتنا والله العظيم تعبانه فرد مره تعبانه الحر هذا ذبحنا ذبح وكليتنا مرضى كلنا مرضى ولما يطفى الكهرب والله نشوف ابونا بالحر